هاي الذين يمشون على الأرض هنا في هذه التفاسير. من بعض التفاسير هو التواضع، أن الإنسان تكون مشيته في الحياة التواضع. هاي الذين يمشون على الأرض هنا، يمشون مو المقصود بالمشي هذا بالرجلين على الأرض، وإن كان من مصاديقها، المقصود يمشون يعني من المشية جاية. شلون أمير موسى رحمه الله عليه يوصف المتقين؟ يقول منطقهم الصواب ومشيهم التواضع، يعني منهجهم في الحياة هو التواضع. يعني اجعلني في جميع الأحوال متواضعا كما ورد في دعاء قمين، يعني في أكل متواضع، في لبسه متواضع، في جلوسه متواضع، في كلامه متواضع. أكو واحد بعض الأوقات من يتكلم مع الناس يتكلم بطريقة فيها نوع من العنجهية والغطرسة والغرور والتكبر، كأن على قولته يتكلم من خشمه، واضح ولا؟ فأكو بعضهم تشعر إن عنده جنون العظمة في الكلام، دائما الأنا طافح على لساني، أنا وأنا وأنا وأنا، وهذا شلون؟ هذه أنا مرض نفسي في الحقيقة، يعني الإنسان اللي يعاني من هالشكل شغله مريض نفسيا. اكو بعض الروايات تفيد ان الانسان اللي عنده تكبر هذا ما يتكبر الا في حقاره في داخل نفسه، يعني هو داخل نفسه يشعر بالحقاره اللي يغطي هذا اللون من الشعور. فشلون يغطيه؟ عن طريق التكبر في مشيته، في لباسه، في كلامه مع الناس، تشوفه دائما متكبر. واكو روايات تنهي عن التكبر، يعني اكو روايه حديث قصه الكبرياء وردائي، فلا ينازعني احد في هذه القضيه. فرعون على واستكبر، الله في الاخير سقط، يعني اغلق فرعون وهذا فرعون. ف مو لطيفه من الانسان المؤمن خصوصا الذي هو يدعي محمد وعلي محمد موالي، يعني محمد وعلي محمد. هذا الانسان لا ينبغي منه. انا اكد على الجماعه اللي احنا ننتسب لهم، احنا دائما امامنا امير المؤمنين سلام الله عليه يقول اجعلني في جميع الاحوال متواضعا. يعني احنا لما ننتسب الى مدرسه اهل البيت لازم نتخلف من اخلاقهم سلام الله عليهم. نعم، شلون؟ هاي قضيه جدا مهمه. الرسول صلى الله عليه واله يؤكد في كثير من اقواله، يقول خمس لا ادعهن حتى الممات. هاي الخمس تدل على تواضع النبي. يعني هاي الافعال اللي راح اذكرها انا الان هي من سنن النبي، وحتى تكون سنه من بعده. يقول خمس لا ادعهن حتى الممات: لبس الصوف، لبس الصوف. ترى حتى الامام الرضا سلام الله عليه لما كان ولي عهد كان لباسه جدا جميل، الامام الرضا سلام الله عليه، يعني امام الناس والعالم بالاخير هو ولي عهد، يعني فيطلع امام الناس بمنظر جميل. وحتى يوسف الصديق لما كان استلم حقيبه وزاريه، وزاريه ضخمه امامه، قال اجعلني على خزائن الارض، خزائن الارض يعني مو بس بترول وزراعه، كل ما يخص الاقتصاد، تجاره وزراعه، كل هذا كان استلمه. كان يلبس لباس جدا راقي. الامام الرضا شلون؟ انت شلون هالشكل؟ رسول الله كان يلبس الصوف، وجدك امير المؤمنين كان يلبس الخشن من اللباس. قال صحيح ذلك، كان على عهد النبي وعلى عهد الامام امير سلام الله عليه كان الناس يعيشون حاله من الفقر والفاقه والحرمان، فكان يقتضي من قائد الحكومة، متصدر القيادة، النبي أو الإمام سلام الله عليه، كان المفروض يعني يساوي نفسه بضعفة الناس حتى لا يتبين الفقير بفقره كما في الرواية. فكان أمير المؤمنين سلام الله عليه يلبس الخشن من الثياب، وكان يلبس
المرقع من الثياب، حتى لما يشوف الفقير بهالحاله، الفقير يعني يصير عنده نوع من شنو؟ من الارتياح النفسي والاستئناس النفسي، يقول شوف هذا اميري وسيدي ومولاي امير المؤمنين، وبهالعظمه وكل خزائن الاموال بيت المال عنده، وعنده تجاره غير بيت المال يعني. امير المؤمنين كان عنده البغيبغة وابي نيسر، وكان عليه وارد جدا عظيم مالي. زين كان وارد البغيبغة 24000 دينار ذهب ذاك اليوم سنويا. بس كله يقسمها في خدمه الناس، حتى يقول في الحديث عن امير المؤمنين سلام الله عليه: لقد اعتقت من يدي 1000 مملوك. 1000 مملوك اعتقه من جسمي. فالامام الرضا لما واجه هؤلاء القوم قال لهم: ترى هذا اللباس انا البسه، لكن جوا اللباس كان يلبس الصوف يعني. يعني هذا امام الناس لكن انا داخلي غير. هو كان يلبس الصوف، وكان يلبس على الصوف هذا اللباس الباهي، فيقول هذا لكم اللباس الباهي يعني، وهذا لي. فرسول الله يقول: خمس لا أدعهن حتى الممات، لبس الصوف وحلب الشاة بيدي. الشاة يروح يقلبها بيده. زين؟ وحلب الشاة بيدي، والسلام على الصبيان حتى تكون سنة من بعدي. اكو بعض واحد يمر الصبيان بالشارع العام ما يسلم عليه. تعرف ايش معنى هذا الكلام هذا؟ انت الصبي هذا اذا ما تسلم عليه، ترى بعض الصبيان عنده ادراك، عنده فهم، فيقول هذا ليش ما يسلم عليه؟ يعني شايف روحه يعني ما ترى هو بعضهم يفهم. لكن اذا تسلم عليه، انا هاي جربته، لما تسلم عليه تدري شو يشعر؟ يشعر ان انت اعطيته شخصيه، اعطيته وجود، اعطيته اعتبار، اعطيته مكانه، فيحترمك، يحترمك نفسه بنفسه. مستحق حتى الانسان اذا دخل البيت يسلم حتى على اهله، حتى على اولاده، مستحق ان الانسان يبادر بالسلام. هذا الصبي اذا تسلم عليه يعني اعطيته شخصيته، اعطيته وجود، اعطيته مكانه، يقول له ترى انت انسان مو سهل، انت ياتي منك عمل جبار، هذا بكره انسان المستقبل، هذا بكره رجال المستقبل. تعرف لما تسلم عليه يقول هذا انسان محترم، يحترم الناس، يسلم على الناس. انا مره رحت كنت طالع من البيت، هاي الزباله كيس الزباله اللي اطلعه برا، بمجرد ان شافني هذا الصبي اللي انا سلم عليه هو بادر نفسه جلية، قال شيخنا خلينا ناخذ عنك اوديه الزباله. هو نفسه جلية. ليش؟ لانك تحترمه. لما تحترم الناس تحترم، لما تحترم الناس، الناس ما تحترم حتى لو كان صغير. بقول والسلام على الصبيان حتى تكون سنه من بعدي، وركوب الحمار مؤكفا. الحمار مثل سياره متواضعه يعني، الان سياره متواضعه الحين شنو عندنا؟ تويوتا كريسيدا هاي كانت لها دور ذيك الايام في الثمانينات، الثمانينيات عاد هاي الفسويقه يعني كل سياره لوطي هي، بس الحين صارت لوطي شو عدل الحين فسويقه. كان يعني لباس مركوب عادي يعني، او حتى هاي السيكل هاي الدراجه الحين حتى في الغرب هذا السيكل اكو سيكل وسط قيمته 5000 دينار في المانيا. اكو طبيب انا عارفه عنده سياره بنز داخل حساب، بس يركب السيكل هذا يقول ركوب الرياضه، واضح متواضع. وهناك اقول لهم خط خاص للسيكل، يعني اكو السياره تمشي في الشارع والسيكل يعني هاي الدراجه تمشي في خط خاص له. فيقول ركوب الحمار المؤكفة يعني مقطع. طبعا رسول الله كان عنده عده مركوبات يعني منها الحمار.
زين. فهذه الأربعة والخامس والأكل مع العبيد على الحضير. يعني كان يأكل مع العبيد ماله والخدم على الحضير على الأرض. هاي خمسة أشياء كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو يريد يحكي عن تواضع؟ هذا لما يأكل مع العبيد على الحضير. تعرفش معنى أكل؟ يعني أنا قاعد أكسب العبيد. قاعد أكسب الخدم. ترى كثير من الجرائم الموجودة في البيوت والعوائل وبعض المجتمعات اللي يرتكبها الخدم، يعني تسمع قضية وخادمة مثل صاحبة البيت أو صاحبة البيت، تدري سببها شنو؟ سببها ما هو إنصاف هذا الشخص اللي جايب الخادمة، ما قاعد يحترم الخادمة، ما قاعد يعطيها حقوقها، ما قاعد يعاملها بلطف إنسانية، واضح ولا لا؟ هذه عدم المعاملة بلطف إنسانية إيش راح تحدث في نفس الخادمة؟ راح تشكل عندها عقدة نفسية، إن هذا ليش يهضمني؟ ليش يضربني؟ يعني اكو بعض الاوقات يهضمها مثلا حلو خادم شغله بس مثلا لنفترض يعني خدمات داخل البيت. اقول لك تعال غسل السياره. ها مو شغله غسل السياره. اولا مو ضمن العقد. مو من ضمن العقد. حتى لو غسل السياره لازم تعطيه وجوه اضافيه. بعدين هو من قال لك اعرف غسل سياره يا حجي؟ هذا رجل داخل تنظيفات داخليه، هذه غسل سياره بلا واحد فهمان. يعرف الشامبو وذاك السوالف وشامبو سوالف فيها نفس السيارة. فهذا مولانا يقحم الخادم في شغلات مو من تخصصه، قاعد يرهق الخدم ويستغله. وهذا يصير في الخادم، يصير عنده نوع من العقدة النفسية، يكون مفرغ العقدة النفسية بطريقة إجرامية يرتكبها صاحب. شوف رسول الله يجلس مع الخدم وياكل وياهم، يعني شنو معناته؟ ان ادب واحد منكم فيكم، انتم بشر ولا بشر، ما قاعد يخلق طبقيه، ما قاعد يخلق تفاوت. يا يكسب الانسان شعار. لما يشوف نفسه وين فوق ولا خدم عشم لازم يسمع الكلام ما يحترمهم. هذول يسوون يوم الثورة الخدم، واضح ولا لا؟ أكثر الجرائم جاية من عدم احترام الخدم، عدم إنصاف الخدم، عدم التعامل بلطف مع الخدم. يعني بعض الخدم حتى حقوقه راتبه ما قاعد يعطي. يعني لازم يروح للمكتب اللي جابه ويسوي له مشاكل، ليش يعجبه؟ وأنت تقول مسلم ومؤمن وين إنصاف؟ يقول الاكل مع العبيد على الحضير. هذا من التواضع. فرسول الله صلى الله عليه واله كان لما يجلس بين الناس اي واحد وافد اي زائر ياتي ما كان يشخص الرسول وين قاعد. يعني يقول وين رسول الله؟ فيقول لا هذا رسول الله. فقال له الرسول خلينا نسوي لك مثلا شبه منبر مثلا كرسي خاص. قال لا اريد ان اتميز عليك. احنا لو صرنا يعني لو اللي يتصدون لقياده المسلمين والحكام يصير عندهم هالنفس من التواضع، يعني يجلسون لعامه الناس ويحلوا مشاكل الناس. زين ياتي شخص اعرابي زين ياخذ الرسول زين من وراء ثيابه ويجر جاره حتى حرز القميص او الرداء في رقبه النبي صلى الله عليه واله ويقول له النبي اعطني من مال الله اعدل يا محمد فان المال ليس مالي وانما المال مال الله. شوف اللهجه شلون وشلون يجر النبي من رداءه ويؤثر الرداء في رقبه النبي مع ذلك النبي ما يذكر منه الا الخير ويعطيه